أهلا بكم في البرنامج اليومي كل شيء عن وباء كورونا. نتوقف اليوم مشاهدينا عند آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة المغربية فيما يتعلق بالأرقام الخاصة بعدد الإصابات والمعافاة والوفيات، كما سيكون لنا حديث عن التدابير التي تواصل السلطات اتخاذها لمواجهة تداعيات الوباء. وفي هذه الساعة كذلك سنتحاور مع ضيوفنا حول أهمية دعم البحث العلمي وتقييم تدبير دول الجنوب للجائحة، كما سنتوقف عند دور القضاء في هذه الفترة وكيف يحرص على الحفاظ على الأمن في احترام كامل للحقوق والحريات. صدق مجلس الحكومة المنعقد اليوم برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على مرسوم القانون الصادر في 23 من مارس الماضي المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. كما ثمن رئيس الحكومة المبادرة الاستباقية والتوجيهات السامية للملك محمد السادس التي جعلت صحة المواطنات والمواطنين وسلامتهم الأولوية، وأكدت ريادة المملكة وتعبئتها الاستباقية لمواجهة جائحة فيروس كورونا. كما جدد رئيس الحكومة دعوته للمواطنين للمزيد من الصبر والالتزام خلال فترة الحجر الصحي وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى وبالاحتياطات الواجبة. خصصت أشغاله لمدارسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 23-20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون والمتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وكذا على مشروع قانون رقم 25-20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا. وفي البداية تمن الرئيس المبادرات السباقية والتوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله التي جعلت لصحة المواطنات والمواطنين وسلامتهم الأولوية، وأكدت ريادة بلادنا وتعبئتها الاستباقية لمواجهة جائحة فيروس كورونا. كما جدد تهنئة السيدين الوزيرين سعيد أمزازي وعثمان الفردوس على الثقة المولوية التي حظيا بها إثر تعيينهما من لدن جلالة الملك. أعلنت لجنة اليقظة الاقتصادية اليوم عن مسطرة التصريح الخاصة بالأشخاص غير المسجلين في خدمة رماد والذين يعملون في القطاع غير المهيكل. وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية تعلن أنه يمكن لأرباب الأسر الذين يعملون في القطاع غير المهيكل وغير المسجلين في رماد أن يدلوا ابتداء من يوم الغد الجمعة وإلى غاية الخميس 16 من أبريل الجاري عند منتصف الليل بتصريحاتهم للاستفادة من مبالغ الدعم حسب عدد أفراد الأسرة. ولهذا الغرض يشير المصدر ذاته تم إحداث الموقع الإلكتروني تضامن covid.ma وذلك للتصريح بالمستفيدين عن طريق الحاسوب أو عن طريق الهاتف المحمول. ونظرا لضرورة التوفر على المعلومات اللازمة حول هذه الفئة العاملة في القطاع غير المهيكل وغير المسجلة في خدمة رامد وبهدف الإجابة السريعة على تصريحات هذه الأسر، أكد البلاغ على ضرورة إعطاء العناية اللازمة لعملية ملء المطبوعات الإلكترونية. وشدد البلاغ على أن أي تصريح مسجل من أحد أعضاء الأسرة غير تصريح رب الأسرة لن يكون مقبولا. وأكد البلاغ على أن رقم الهاتف الذي سيتم
إدخاله من ضمن المعلومات التي يجب تسجيلها على الحاسوب، ويجب أن يكون فقط لرب الأسرة، مشيرا أن هذا الهاتف هو الذي سيكون صلة وصل مع الإدارة والذي سيتم من خلاله الإعلام عن مسطرة سحب الدعم المالي. ومن جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن أي تصريح من أسرة سبق لها أن استفادت من الدعم المالي للدولة سيكون مرفوضا، وأن أي تصريح تلقائي ليس له أي مبرر سوف يعرض صاحبه يعرضه لمتابعة قضائية. وذكر البلاغ أن قيمة مبالغ الدعم هذه تبلغ 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص. وخلص البلاغ إلى أنه يمكن للأسرة الاتصال بالرقم 12 12 للحصول على الأجوبة المطلوبة. أعلنت وزارة الصحة أنه تم إلى حدود الساعة 6 من مساء اليوم تسجيل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي بالمملكة إلى 1374 حالة. وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي أنه تم تسجيل 4 وفيات جديدة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 97 حالة، فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 109 حالات. الحالة الوبائية التي تعرفها بطبيعة الحال بلادنا، والتي سجلت الأرقام الآتية خلال 24 ساعة الماضية ما بين الساعة 6 لمساء أمس والساعة 6 لمساء اليوم، حيث أنه بلغ إجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا 1374 حالة، أي بزيادة 99 حالة مؤكدة مخبريا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 97 حالة وفاة، أي بتسجيل مع الأسف 4 ديال الحالات ديال الوفاة خلال هذه 24 ساعة الماضية. بالنسبة للحالات التي شفيت تماما، وصل العدد الإجمالي إلى 109 الحالات، أي بزيادة 12 حالة شفاء تام خلال هذه 24 ساعة الماضية. مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة سيد محمد اليوبي قدم معطيات حول التوزيع الجغرافي للإصابات، مبرزا أن الحالة المحلية المؤكدة تشكل 90% من الإصابات المسجلة. بالنسبة للتوزيع الجغرافي، لا زلنا نشهد نفس التوزيع الجغرافي، حيث سجلت إلى حدود الآن جهة الدار البيضاء سطات أكبر عدد من الحالات بما يفوق 29% من الحالات، متبوعة بجهة مراكش أسفي بما يقارب 19% من الحالات، متبوعة بجهة الرباط صلاة القنيطرة بما يفوق 15% من الحالات، ثم جهة فاس مكناس بما يفوق 12% من الحالات. بالنسبة بطبيعة الحال للنسبة المئوية للحالات المحلية مقارنة مع الحالات الوافدة، وبحكم أننا أصبحنا لا نسجل إلا الحالات المحلية، فإن هذه النسبة المئوية سائرة في التفاوت وفي التباعد، حيث أضحت الحالات المحلية تمثل 90% والحالات المستوردة أو الوافدة تمثل 10%، وهي الحالات التي سجلت خلال الفترات الأولى من الوباء.
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه يمنع منعاً كلياً بيع الكمامات الواقية بالتقسيط بالمحلات التجارية حفاظاً على صحة المواطنين وللحيلولة دون انتقال العدوى بينهم. وشددت الوزارة على أنه سوف تتخذ التدابير القانونية الزجرية اللازمة في حق كل من يخالف هذا الإجراء. وسجل البلاغ أنه في إطار التدابير المتخذة لتزويد الأسواق بالكمامات الواقية للحد من تفشي فيروس كورونا، قامت السلطات الحكومية بتوجيه الوحدات الإنتاجية من أجل تعبئة الكمامات الواقية في علب تضم 10 وحدات. وفي ظل انتشار فيروس كورونا يواجه مرضى سرطان تحديات كثيرة، خاصة على مستوى الإجراءات الوقائية المعتمدة ومتابعة العلاجات في المراكز الاستشفائية. لهذا الغرض تتخذ مراكز الاستشفاء من السرطان عددا من التدابير لتحسيس المصابين وعلاجهم بطرق أكثر احترازا خلال هذه الفترة. نموذج من المركز الاستشفائي الجامعي بطنجة في هذا الروبورتاج لدريس بوسرح. حسب دراسة صينية، يعد مرضى السرطان أكثر الفئات هشاشة والأكثر عرضة لتهديد الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وذلك لضعف الجهاز المناعي بأجسادهم خلال فترة العلاج من المرض. ولهذا الغرض اتخذت الأطر الصحية هنا بمصلحة الأنكولوجيا الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي بطنجة على غرار باقي المراكز بالمغرب مجموعة من الإجراءات على مستوى الخدمات لحماية هؤلاء المرضى من احتمال الإصابة بهذا الفيروس. كما لينا مثلا عامل السن، إذا كان المريض عنده أكثر من 70 سنة ما نقدروش نعرضوه بالعلاجات ديال السرطان للإصابة بالفيروس. كنشوفوا العوامل الخارجية، مثلا إذا كان واحد الأمراض المزمنة واحدة أخرى من غير السرطان، مرض القلب ولا قصور كلوي ولا قصور رئوي. كاين المرضى اللي عندهم مشكل في الوظائف الرئة ما عندها حتى علاقة مع السرطان اللي تم الاكتشاف ما عنده حاليا، كيكونوا مدخنين بكثرة ولا كيكونوا عندهم قصور رئوي قديم، هادو ما نقدوش نقدموا لهم علاجات في هذه الفتره الزمنيه. دونك حنا كنشوفوا واحد التوازن ما بين العلاج السرطان في الوقت الحالي ونسبه الاصابه بالفيروس. حنايا في المركز بدينا كنتاخذوا مجموعه من الاجراءات اللي زدناهم في هذه المرحله هذه الصعيبه. مثلا لا سيباراسيون ديال المرضى، يعني ما كندخلوهمش بواحد الطريقه كما كنا كندخلوهم في الاول، ما كنديروش اكتضاد في القاعات باش كنحترموا المسافه ديال الامان ما بيناتهم اللي كتجاوز في بعض الاحيان 2 متر. ضروري ما كنحرصوا ان المريض يدخل بالكمامه ديالو، وضروري ما كنعطيوه نصائح على النظافه اليوميه ديالو. ملي كتسالي العلاج ديالك وكتمشي للمنزل ديالك، كتخرج كتولي تخرج ولا كتبقى في الدار؟ ما كتبقى في الدار، ما كتخرجش مده 3 اسابيع. 3 اسابيع ما كتخرجش. خصك تاخذ الاحتياطات ديالك، واخا مع الناس ديالك ديال الدار خصك تحاول دير الكمامه الجراحيه في المنزل ديالك. ولا ما كانش عندك هذه الكمامه ممكن لك دير واحد الاقنعه الوقائيه من الثوب، تطوي الثوب عده مرات ودير له لاستيك وتبقى تعملو في الدار باش ما يشكلوش عليك خطر. يعني واخا انت جالس في الدار ديالك مزيان، النظافه الشخصيه ديالك مزيان، ولكن انا كنصحك دير حتى الكمامه في المنزل ديالك من تكون السيده ديالك ولا شي واحد اللي تيخرج ويدخل قريب ليك. انا كنوجه رساله الانسان اللي بحالي يخرج من الضروره نيا الطبيب، ما يخرجش من الزنقه. وراه هذا المرض هذا ديال كورونا راه كينتشر بزاف، انا كنخرج على حساب ديال العلاج ديالي، ما كنخرج حتى حاجه للطبيب، الا العلاج هو اللي كنمشي للطبيب كنتعالج. اتخاذ الحيطة في العمليات الجراحية الحرجة والاستعانة ببعض العلاجات المركبة في الحالات الضرورية والتواصل عن بعد مع المرضى لترشيدهم سبل العلاج الدوائي ونصحهم بالتزام الوقاية داخل منازلهم إجراءات بديلة تقي إلى حد كبير تعريض هذه الفئة الحساسة مناعتها للفيروس خلال فترة تفشيه. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن اعتماد برنامج لدعم البحث العلمي متعدد التخصصات في المجالات ذات الصلة بجائحة كورونا، وخصص له غلاف مالي بحوالي 10 ملايين درهم. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا البرنامج يهدف على المدى البعيد إلى تعبئة فرق البحث المغربية للعمل على خلق بيئة للبحث متعددة التخصصات قادرة على
على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية وعلى المدى القريب لإنجاز مشاريع بحثية ذات العلاقة بالمجالات المرتبطة بجائحة كورونا المستجدة وتقديم عناصر الجواب عن التساؤلات التالية: كيف يمكن تحليل انتشار كوفيد-19 والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب؟ وما هي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين المغرب من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟ وما هي الدروس المستفادة من هذا الوباء؟ وما هي التدابير الوقائية المتعين اتخاذها مستقبلا؟ وأشار إلى أنه يتعين على مشاريع الأبحاث أن تكون قادرة على الفهم للوضع الحالي وتحليله على الصعيدين الجهوي والوطني، وخاصة على المستوى العالمي والطبي، علم الفيروسات وعلم المناعة والرعاية الصحية وعلم الأوبئة والنمذجة الرياضية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إضافة إلى البيئة والمستوى التكنولوجي كتصميم المعدات الطبية وغيرها من الأجهزة المفيدة. وتعليقا على هذا الموضوع، ينضم إلينا سيد محمد خلفاوي مدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني. أهلا وسهلا بك سيدي معنا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، وأود أن أؤكد أنني اليوم أزاول المهام كاتب عام قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عوض مدير المركز الوطني للبحث العلمي. شكرا على التصحيح. شكرا لك. نود أن نتحدث أولا عن الغايات الكبرى من برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بكوفيد، خاصة وأن المغرب يبحث على إجابات خاصة به كذلك. الهدف أولا هو هدف مساهمة قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي والبحث العلمي. قطاع البحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف المبادرات التي تقودها بلادنا تحت الرياده لصاحب الجلاله نصره الله لمحاربه هذا الداء، داء وجائحه كورونا او كوفيد-19، من خلال وضع برنامج لدعم البحث العلمي في مجالات لها صلة بهذه الجائحة. طيب، لنتحدث عن القيمة المالية المرصودة لهذا البرنامج. القيمة المالية المرصودة لهذا البرنامج هي 10 ملايين درهم ستخصص إن شاء الله لدعم البحث العلمي في مختلف الميادين التي سيتم انتقاؤها، وكذلك في مختلف المشاريع التي ستقيم وستمول إن شاء الله. من المعني مباشرة بهذا البرنامج وكيف يمكن المشاركة فيه كذلك؟ المعني أولا هم الباحثين المغاربة بدون استثناء، أي كل باحثين بمؤسسات البحث بالجامعات المغربية سواء كانت عمومية أو خصوصية، ولكن هناك تنظيم أريد من طرف الوزارة وهو تنظيم قطب جهوي، على أساس أن جميع الجامعات وجميع مؤسسات البحث على المستوى الوطني ستكون لها فرصة لتقديم مشاريع ومشاريع تهم هذا الوباء وتهم كذلك الحلول التي لا بد أن نصل إليها، وكذلك مشاريع من خلال الجواب أو تقديم بعض عناصر الجواب للأسئلة الثلاثة التي تم طرحها والتي تراود الجميع. طيب، ماذا عن تمويل المشاريع التي سيتم انتقاؤها؟ التمويل المشاريع ستكون على دفعتين. أولا الدفعة الأولى وستحدد قيمة كل مشروع، سيحدد الشطر في 50% من القيمة المالية المرصودة لكل مشروع عند بداية الاشتغال، أي عند
قبول المشروع، و 50% عند منتصف المدة المحددة للمشروع بعد تقديم رابور علمي، تقرير علمي ومالي لمدى تقدم الأشغال المنجزة في إطار المشروع الممول. هل لديكم فكرة عن المعايير المتبعة لاختيار هذه المشاريع؟ نعم، هي معايير يتم العمل بها على المستوى الدولي، وتهم بالخصوص القيمة، قيمة ابتكار المشروع وأهميته. أولا، الجودة العلمية للبحث المقترح، كذلك وضوح خطة التنفيذ خصوصا في هذا الظرف الآني الذي نبحث على أجوبة يمكن أن نخرج من خلالها من هذه الحالة والرجوع إلى الحالة الطبيعية، وكذلك الانعكاسات العلمية للمشروع من خلال مدى قابليته للتنفيذ، قابليته للتنفيذ كذلك. طيب، ما هي نوعية المشاريع؟ نعم، ما هي نوعية المشاريع التي تبحثون عنها؟ المشاريع التي نبحث عليها فهي على مستوى خمس ميادين. أولا، في الميدان العلمي الطبي المحض. نعم. كذلك في على المستوى التكنولوجي، كذلك على مستوى الاجتماعي والنفسي، على المستوى الاقتصادي وأثار لهذه الجائحة على الاقتصاد الوطني، كذلك على المستوى السياسي. نبحث عن جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالات طوارئ، وكيف يمكن تكييف كذلك الإطار القانوني لمختلف الطوارئ، وكذلك كيف يمكن أن نساعد في استمرار الخدمات والمرافق العمومية. هذه كلها مستويات تهمنا في هذا المشروع. شكرا جزيلا لكم السيد محمد خلفاوي على كل هذه الأجوبة. تدابير عدة اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية للتخفيف من تبعات أزمة كورونا الاقتصادية والاجتماعية. من بين هذه التدابير مواكبة المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة والأجراء العاملين بها عبر تعويضات شهرية طيلة فترة الحجر الصحي من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. روبورتاج لأمل هواري ووسيم حد. في إطار مواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا، اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية حزمة من التدابير التي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء، كإلغاء إيداع شهادات الحياة والتمدرس وقبول ملفات التعويضات التي كانت خارج الأجل بعد الاستئناف العادي للعمل. أنا جيت هنايا على حسب الاستفادة اللي قالوا، من جيت ندفع الأوراق طلبوا لي شهادة الحياة، ما بغيتش نمشي نجيبها، قالوا لي يلا راك يسهلوا معاك، نعاود رجعت عاوتاني نشوفوا واش يديروا معايا. ما بين الإجراءات اللي دارت الضمان الاجتماعي هو حذف، كما كتعرفوا كل عام بالنسبة للناس اللي كيتقاضوا معاش تقاعد كيخصهم يجيبوا لنا واحد شهادة الحياة. هنا حذفنا هذيك الشهادة وتنقول لدوك الناس بأن الصرف ديال المعاش ديالكم غيبقى متواصل إلى غاية انتهاء هذه الأزمة. بالنسبة للاستفادة من التعويضات العائلية، كما كتعرفوا كل عام كنطلبوا من الناس المستفيدين بالتعويضات العائلية باش يجيبوا لنا واحد الإثبات اللي هو شهادة مدرسية. هاد الشهادة المدرسية ما تلاوش غيجيبوها، يعني الناس غيبقاو يستافدوا من التعويض العائلية ديالهم. صرف تعويض جزافي شهري قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل ماي ويونيو هي بعض التدابير التي جاءت للتخفيف من تبعات كوفيد 19 على الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولكن سوسيا صيفطت لي الأمانة ديال 1000 درهم، راه جيت تيري تدابا، كنشكرهم بزاف وكنشكر الحكومة المغربية اللي تعاونت معنا في هذا القطاع وهذا، وكانوا الناس اللي ما عارفينش حتى هما اللي يجيو حتى هما ياخذوا الأمانة ديالهم. كما نخبر الزبناء الكرام أنه تم وضع واحد الصناديق في مداخل الوكالات
اللي كي يتم يقدروا يحطوا فيها الملفات ديالهم. كنهضروا على الملفات المستعجله، يعني كان شي واحد فيه مرض مزمن وخصو ديك البريزون شارج ديالو ولا يجيبها، ولا شي واحد جايب لنا الحساب البنكي ديالو ولا هذا. هادو هما المسائل اللي كنقولوا حنايا الواحد يقدر مي بحال المرض ولا شي 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 ملف ديال التعويض كنقولوا له راه ما فيهش لو ديلي. هذا التعويض الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحه كورونا يلغى طيله فتره الازمه، ويحل محله التعويض عن فقدان الشغل الذي يخول نظام الضمان الاجتماعي، ما يغني عن وضع استمارة للطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. والآن مشاهدينا إلى فقرتنا الثابتة، فقرة التصدي للأخبار الزائفة. تم رصد تدوينات ورسائل ومقاطع صوتية متداولة على تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي تدعي أنه سيتم إغلاق كافة المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية ابتداء من يوم الغد الجمعة عند الساعة 12 زوالا إلى يوم الاثنين. وتنويرا للرأي العام الوطني تؤكد وزارة الداخلية أنه لم يصدر أي قرار من هذا القبيل، كما أنه ليس هناك أي تغيير في مواقات اشتغال كافة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي ستعمل على الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية. نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع صحة المزاعم التي تم الترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعي أن ولاية أمن مراكش فككت خلال فترة الطوارئ الصحية شبكة إجرامية تستهدف الأطر الطبية والتمريضية بعد مغادرتهم لمقرات عملهم، وأن هذه الشبكة تستعمل أسلوبا إجراميا مزعوما يتمثل في وضع الكمامات الواقعة والنظارات لإخفاء ملامح أعضائها. وأوضحت المديرية أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة ومباشرة الخبرات التقنية اللازمة لتحديد الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوا هذه الشائعات المغرضة وقاموا بالترويج لها بشكل يهدد الشعور العام بالأمن. وينضم إلينا مشاهدنا الآن السيد محمد الخضراوي رئيس شعبة التواصل المؤسساتي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. أهلا وسهلا بكم سيدي معنا. هل تسمعني سيد؟ نعم أسمعك سيدتي، ومرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين والمشاهدين في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بكم. نريد أن نتحدث أولا عن دور القضاء في هذه الفترة. دعم أولا شكرا على الاستضافة، وهذا أكد على أنه العلاقة الأساسية والأكيدة ما بين القضاء والإعلام اليوم تتجسد. أكيد أنه اليوم إذا بغينا نقول دور القضاء في مواجهة وباء كورونا، أكيد أنه في المقدمة الأولى في صفوف في هذه المعركة التي نواجه فيها جميعا كوطن وكمؤسسات وكمواطنين نواجه فيها هذا الوباء. اليوم السلطة القضائية، المجلس على السلطة القضائية، أكد مرة أخرى على أنه في الموعد في القضايا الوطنية الكبرى. يمكن لي نقول لكم بأنه أول مؤسسة وأول قرار تم اتخاذه في مواجهة هذه الظاهرة كان يوم 5 مارس في قرار مبدئي استباقي قام به السيد رئيس المنتدى بمجلس أعلى السلطة القضائية، عندما وجه تعليماته لكافة المسؤولين القضائيين بالمملكة باش أنه الدخول للمحاكم أنه يتم تشديد مراقبة الدخول حماية للصحة العامة للسلامة العامة في وقت كان باقي يعني ما كانش تحسيس بخطورة هذه الظاهرة وهذا الوباء. المجلس على السلطة القضائية بمدارة السيد رئيس المنتدب مشات في هذا الاتجاه استباقي حماية للصحة والسلامة العامة. عدة مبادرات تمت بعد ذلك بطبيعة الحال طرف المجلس على السلطة القضائية. ممكن على سبيل المثال أنه كان قرار هام يوم يعني 16 مارس أنه تم تعليق العمل بالجلسات في مختلف محاكم المملكة، وبقى فقط القضايا اللي عندها طبيعه استعجاليه والقضايا ديال المعتقلين
وفي هذا تتبع الحكمه الاداريه والحكمه القضائيه ديال هذا المجلس وديال هذه المؤسسه الدستوريه التي تتشرف برئاسه صاحب الجلاله، انه كانت هناك موازنه ما بين حفظ الصحه والسلامه لمواجهه هذا الوباء المستشري، وفي نفس الوقت الحفاظ على اهميه واستمراريه هذا المرفق في اداء الخدمات ديالو اللي هي خدمات اساسيه. من وراها مباشره تتعرفوا بانه قرار بحال هذا في ظروف استثنائيه كان يتطلب المواكبه ديال المجلس لكافه عمل المحاكم المملكه من خلال مجموعه من التدابير. اولا لانهم تنقولوا بانه كاين معتقلين غيبقوا القضيه ديالهم تيرجوا، كان لابد من تدبير هذا المعطى بطبيعه الحال، وكيف يتولوا الوجه ديالهم حفاظا على سلامه هؤلاء المعتقلين، وبطبيعه الحال في نفس الوقت حفاظا على دخول المرتفقين لهذه المؤسسه، وخاصه تبقى تستمر اداء الخدمات ديالها. اذا كانوا عدد من الدوريات وعدد من القرارات التي اتخذها السيد رئيس المنتدى بمجلس اعلى السلطه القضائيه من اجل تدبير هذه المرحله الاستثنائيه. أكيد من وراها جات تم وضع رهن إشارة جميع المرتفقين، العناوين والبريد الإلكتروني والأرقام الهاتفية باش يبقى التواصل دائم مع مرفق القضاء اللي هو مرفق أساسي حيوي. اليوم بانت أهمية المشاريع الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك، المناعة القانونية والمناعة تاع السلطة القضائية اللي اليوم حتى فترة احتفلوا بالذكرى الثالثة لتأسيس مجلس أعلى السلطة القضائية، بان بأن هذه المشاريع الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك في مجال العدالة أكدت على النتائج ديالها بهذه المقاربة السباقية اللي قام بها المجلس على السلطة القضائية بهذه الحكمة في تدبير هذه الفترة، باش يبقى المرفق القضاء مستمر يؤدي الخدمات ديالو لفائدة المواطنين، يؤدي الخدمات ديالو في هذه الفترة الاستثنائية الحساسة واللي الجميع محتاج فيها إلى مؤسسة قضائية، سلطة قضائية مستقلة تطبق القانون تطبيق الفعال تلزم الجميع بهذه المبادرات. أكيد أنها كانت مبادرات متعددة، ما يمكنش ننسى أيضا وحنا تندوي على أو نتحدث عن دور القضاء في مواجهة أو في الصف الأول في معركة مواجهة وباء كورونا، أنه المجلس أعلى السلطة القضائية كان من أول مبادرين إلى التفاعل مع صندوق التضامن الذي أعلن عن وجهة الملك بطبيعة الحال، وأنه أعضاء المجلس أعلى السلطة القضائية رئيس المنتدى أعلن عن تبرعهم بشكل يعني مبادر أولي في بشهر من أجورهم، أيضا جميع قضاة المملكة يعني أيضا ساهموا بنصف رواتبهم في إطار كإشارة رمزية على أن قضاة المملكة ليس فقط يعني بعملهم بمجهودهم بتواجدهم اليوم بالمحاكم من أجل تدبير هذا المرفق واستمرار خدماته، أنه أيضا أعتقد أنه كانت يعني هذه المقاربة الرمزية لتتعبر عن التفاعل مع الإرادة الملكية السامية في هذا الاتجاه. طيب تحدثتم سيدي عن القضايا التي طفت إلى السطح والمتعلقة بالترويج لأخبار زائفة وهي يعاقب عليها القانون، طبعا هل هذه القضايا صعبت نوعا ما من مهمتكم في هذه الفترة الاستثنائية؟ لا أكيد، هو أنه هي بانت من القضايا اللي طرحتها هذه الحالة الاستثنائية، وماشي غير هي الحالة، الأخبار الزائفة، مواجهه العصيان، يعني كل يعني مواجهه حتى يعني زياده في الاسعار، الغش، كل مظاهر مخالفه القانون اليوم اللي جات مرتبطه مع تداعيات فيروس كورونا. القضاء المغربي بان اليوم بانه كان في الموعد من خلال مجموعه من الاحكام، مجموعه من الصرامه في تطبيق القانون في مواجهه هذه الظواهر السلبيه التي تشد عن الروح الوطنية الكبيرة التي عرفها المغرب اليوم من خلال كافة الفعاليات والمؤسسات اليوم. طيب سيد خضراوي، هل تعتقد أننا نملك ترسانة قانونية كافية لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي؟ هو امتحان كذلك للقوانين الموجودة اليوم. لا، هو أكيد أنه في هذه المحطة الأولى اللي احنا فيها بان بأنه الترسانة القانونية ديالنا راها كافية لمواجهة هذه الظواهر من اخبار زائفه، ولكن مع العلم انه سيدتي هل لاحظتم ان هناك ثغرات ربما او نوع من النسيان للمشرع المغربي، ام ليست لكم هذه الصعوبه الان؟ لا اكيد انه يعني كاين النص القانوني اللي الان تشتغلوا به هو موجود وكافي بطبيعه الحال للرداء، ولكن دون اغفال انه احنا تندعو على الاخبار الزائفه هو موضوع متجدد، موضوع اللي الان العالم كله تحاول يقلب على مقاربه اللي فيها الوقايه وفيها الردع في نفس الوقت، لانه الاخبار الزائفه الكلفه ديالها اليوم 78 مليار دولار الان بالاحصائيات على المستوى العالمي، الاثار الصحيه ديالها والاثار الامنيه ديالها والاثار الاقتصاديه كبيره جدا وفادحه، وهنا خاص بطبيعه الحال دور الاعلام اولا على مستوى الاخلاقيه المهنه، ودور وجود نصوص تشريعيه ونصوص قانونيه كافيه باش القضاء يمارس
هذا الدور ديالو في ايجاد التوازن وفي ردع مثل هذه الممارسات. ولكن اليوم الحمد لله رغم ذلك عندنا الاليات القانونيه باش تنواجه هذه الظاهره اللي هي مسيئه التي يتم اهدار الكثير من الجهد ديال المؤسسات في تكذيب الاخبار، في حال انه اليوم احنا محتاجين لجهد المؤسسات في العمل الايجابي وماشي في تكذيب الاخبار ومواجهه الاثار ديالها. اعتقد انه يجب الكف عن هذه الظاهره، والقضاء راه واقف بتصدي صارم لهذه الظواهر التي بطبيعه الحال تسيء الى كل هذه التوازنات. اذا لنذكر من يسمعنا الان ويشاهدنا، ما هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون؟ هناك ربما من يتصرف ليس بحسنيه ولكن ربما عن جهل تام بهذه القوانين. لا اكيد انه اذا تتحدث عن الاخبار الزائفه، اذا فهمت السؤال ديالكم فقط، يعني بالنسبه للاخبار الزائفه راه القانون الجنائي يعني المغربي يعني فيه مجموعه من النصوص القانونيه بطبيعه الحال ما فيش سؤنيه وحسنيه، هذاك تقدر نتحدث عليه اثناء السلطه التقديريه في تحديد العقاب. ولكن الفعل في حد ذاته اللي هو يعني جريمه زائفه وبطبيعه الحال اللي عندها اثار كما قلنا كبيره جدا، وخاصه في هذه المرحله الحساسه وفي هذه المرحله. انا فقط اسال عن صك الاتهام مثلا، ماذا يحتوي كجرائم؟ مثلا الترويج لخبر لم يحدث، نريد امثله منك. الترويج لاخبار زائفه عبر دعامات على حسب الدعامات، واش دعامات الكترونيه ولا دعامات ورقيه الى اخره. كاين الفصل يعني عندنا مجموعه من الفصول في القانون الجنائي، اذا تستحضر 427 اعتقد من القانون الجنائي في الفقره الاولى والفقره الثانيه، فهو اللي عنده علاقه مباشره بالمتابعات اللي تتصدر لها بالعامه، واللي القضاء المغربي الان تيحاكم بها بطبيعه الحال مروجي هذه الاخبار الزائفه. حتى اعاده نشر الاخبار الزائفه يعاقب عليها القانون؟ بطبيعه الحال سيدتي، لانه هنا تنمشيو وتنميزوا بطبيعه الحال، يعني كاين الناس اللي تيديروا داكشي باستهتار وتيديروه بعدم وعي بالمتطلبات، بانه المرحله خاص ندقوا فيها، والخطير انه تشاهدوا انه ماشي غير فقط ناس عاديين ما عارفينش القانون، انه ممكن انه حتى ناس اللي على مستوى معين من الثقافه وعلى مستوى معين من الوعي، ورغم ذلك يعني تيقوموا باقتسام مجموعه من الفيديوهات مجموعه من الاخبار هكذا، وحتى اعلاميين ايضا يقومون باقتسام مجموعه من الفيديوهات مجموعه من الاخبار دون التاكد من وثوقيه هذه الاخبار. ولكن اكيد سيدتي انه اليوم لمواجهه هذه الظاهره ليس فقط هي مهمه السلطه القضائيه، هذا هو اللي خصنا ناكدوا عليه، لانه اليوم خص وحنا شفنا مبادرات على المجتمع المدني، شفنا مبادرات متعدده من حتى من منصات التواصل الاجتماعي لمحاوله محاربه هذه الظاهره اللي هي ظاهره فيك نيوز او الاخبار. الان نتحدث عن وباء المعلومات الانفوديمي اليوم عبر العالم. طيب لنعود الى القانون، هناك غرامات ماليه، هناك غرامات حبسيه كذلك. هناك عقوبات حبسيه، نعم هناك عقوبات حبسيه وهناك غرامات ماليه بطبيعه الحال. والاكيد انه يعني السلطه القضائيه اليوم راه صدرت مجموعه من الاحكام بطبيعه الحال، مع احترام واحد النقطه مهمه خاصنا نوقف عليها اليوم. السلطه القضائيه هي عندما تحاكم في اطار محاكمات عادله وفي اطار تطبيق الضوابط القانونيه سواء المصدريه او الموضوعيه، من خلال مصادر يعني تستجيب للشروط القانونيه ومن خلال وسائل اثبات يعني اللي واضحه. القضاء اليوم يعني ساهر على تطبيق سليم للقانون، وايضا على مواجهه ومكافحه هذه الظواهر اللي ماشي فقط غير الخبر الزائف اللي مثلا الان بين الاثر ديالو، ولكن حنا تنشوفوا كاين حالات ديال العصيان، كاين مخالفه كل القوانين دابا اللي رايجه. فبالتالي في هذه الفتره بالضبط يجب الجميع ان يتجند لمواجهه واحد الظاهره وبكل التداعيات بها، والمستقبل ايضا ستكون السلطه القضائيه يعني في مواجهه يعني مجموعه من القضايا ومجموعه من النوازل اللي خاص يكون هناك يعني نصوص شرعيه يعني لحلها، وهناك اجتهاد قضائي لتدبير التوازن بشانها. يعني احنا اليوم امام معركه كبرى قانونيه ذات بعد حقوقي لا يجب ان ننسى ذلك، وايضا معركه في مواجهه يعني هذه الظواهر السلبيه اللي نجات عن هذا فيروس يعني كورونا المستجد او ما يسمى بكوفيد 19. طيب سيد خضراوي، نعرف ان المهمه صعبه خاصه في هذه الفتره، كيف يمكننا الحفاظ على الامن العام دون المساس بالحقوق والحريات، وانت تعرف ان هذه ثنائيه صعبه في كل بلدان العالم؟ لا اكيد انه هي المقاربه، احنا بالنسبه لنا كسلطه قضائيه كمجلس اعلى السلطه القضائيه وكقضاة نحن موجودون في المحاكم لتطبيق سليم للقانون. مساله
تطبيق القانون كما هو موجود الآن بمقاربة اجتهادية بمقاربة حقوقية اللي أكدنا على إحنا بأنه خصنا نحترم جميع الضمانات ديال المحاكمة العادلة. ولكن مواجهة هذه الجرائم هي مهمة يعني ذات أبعاد مختلفة، ذات يعني مقاربات متعددة، فيها بزاف الفاعلين، فيها الإعلام، فيها المجتمع المدني، فيها مؤسسات الدولة المختلفة، فيها انضباط المواطن للقانون وخضوع القانون. بالنسبة لنا احنا كسلطة قضائية عندما تكون هناك نازلة معينة تكون عندنا الهم الأول والأساسي هو تطبيق العدل للقانون في هذه النازلة، تكون عندنا الهم الأساسي هو حماية الأمن العام كأولوية. وبطبيعة الحال راه الأمن العام راه داخل فيه بطبيعة الحال المقاربة الحقوقية. صاحب جلالة يؤكد في جميع خطبه أن القضاء هو الحصن المنيع لتطبيق القانون. قوة اليوم المغرب بين القوة ديالو بين التمييز ديالو بقوة القانون، بين القوة ديالو باحترامه للمؤسسات، بين القوة ديالو بالتضامن، بين القوة ديالو يعني بالانضباط إلى هذه المداخل الأساسية لبناء مجتمع ودولة قوية. اليوم يعني السلطة القضائية ضمن هذا الهيكل هي الضامن والحريص على حماية الحقوق والحريات والمبدأ الدستوري وفق محاكمة عادلة وتطبيق سليم للقانون. احنا كسلطة قضائية اليوم هذا هو الرهان اللي أمامها، وتنظن أن إلى غاية الساعة يعني السلطة القضائية كانت في الموعد وناجحة في تفعيل هذه المقتضيات. لا يمكن أعتقد التساهل مع ناس اللي تحاولوا مثلا يغشوا في بضائع ويبيعوا للناس في الظرفية هذه، ما يمكنش نتسامحوا مع ناس اللي يعني تخلقوا أخبار كاذبة وتزعزع الثقة العامة. ما يمكنش يعني هالظواهر هذه إلا أنها تواجه بقوة القانون، بقوة يعني هذه المؤسسات. وبطبيعة الحال أعتقد أن هذا هو اللي تحقق التوازن العام داخل البلد، وأنه باقي الفاعلين خاصهم تما يدخلوا كل من جانبه لمواجهة آثار كل هذه الظواهر السلبية. سيد محمد الخضراوي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. أكد صندوق النقد الدولي أن جائحة فيروس كورونا المستجد ستتسبب في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في العام 1929. وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا في كلمة ألقتها قبل اجتماعات صندوق النقد الدولي الرابعية التي ستعقد عن طريق الفيديو إن أكثر من 170 دولة من أصل 189 دولة عضو في الصندوق ستشهد انكماشا في دخل الفرد لديها. وأضافت المسؤولة أن الاقتصاد العالمي سيشهد في أحسن الأحوال انتعاشا جزئيا في العام 2021 شريطة أن يتم احتواء الوباء في النصف الثاني من سنة 2020، ويكون من الممكن رفع تدابير العزل للسماح باستئناف النشاط الاقتصادي. وحثت على تجنب أي تحول أو صعوبات محتملة في السيولة إلى مشاكل في القدرة المالية للأسر والشركات. حذرت منظمة أوكسفام من أن نصف مليار شخص إضافي في العالم قد يصبحون تحت خط الفقر من جراء تداعيات وباء كوفيد إذا لم يتم الإسراع في تفعيل خطط لدعم الدول الأكثر فقرا. نتابع هذه الشاشة التفاعلية مع النعمة ماء العين. السلام عليكم. في تقرير لمنظمة أوكسفام بعنوان ثمن الكرامة، أصارت المنظمة العالمية غير الحكومية إلى أن ما بين 6 و8% من سكان العالم قد يلتحقون بركب أولئك الذين يعيشون حاليا تحت خط الفقر، بعدما أوقفت الحكومات دورات اقتصادية بأكملها من أجل احتواء تفشي الفيروس. تقرير المنظمة حذر من أن هذا الأمر يمكن أن يعيد مكافحة الفقر على مستوى العالم 10 سنوات إلى الوراء، وأتوقع أن يعيد بعض البلدان إلى مستويات فقر لم تشهدها منذ أكثر من 3 عقود، خاصة في مناطق مثل إفريقيا، جنوب الصحراء، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المنظمة ترى أنه بسبب عدم وجود أنظمة حماية اجتماعية فيها ستكون الدول الأكثر فقرا والفئات المحرومة وبينها النساء الأكثر تضررا من التداعيات. هذا وأضاف التقرير أن الأزمة الاقتصادية التي تتطور على نحو سريع بسبب فيروس كورونا أعمق من الأزمة المالية العالمية في 2008، وقد حذر من أن أكثر من نصف سكان العالم البالغ عددهم أزيد من 7 ملايير نسمة مهددون بأن يصبحوا تحت خط الفقر عند انتهاء هذه الجائحة. تحذيرات أوكسفام تأتي قبيل اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية دول مجموعة 20 المقرر الأسبوع المقبل عبر الفيديو،
وهي الاجتماعات التي ستلقي الضوء على تأثير الأزمة على مستوى الفقر في العالم بسبب انخفاض دخل الأسر أو الاستهلاك. ولتخفيف أثر الأزمة أوصت أوكسفام بمنح مساعدات مالية مباشرة للأشخاص الأكثر تضرراً وإعطاء الأولوية في تقديم الدعم للشركات الصغيرة المتضررة وربط المساعدات المخصصة للشركات الكبرى بتدابير تصب في مصلحة الفئات الضعيفة. المنظمة دعت أيضا إلى إعفاء الدول الأكثر فقرا من سداد ديونها في مواعيد استحقاقها هذا العام، كما أوصت بزيادة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي بمقدار 1,000 مليار دولار على الأقل من أجل تمكين هذه الهيئة المالية من مساعدة الدول الأكثر فقرا. كما دعت أوكسفام إلى زيادة منحتها للدول المانحة الدول الإنمائية. الشكر لكم على حسن المتابعة. ومتابعة للشأن الاقتصادي انضم إلينا السيد عبد الحق أباسو، وهو باحث بمركز الدراسات من أجل جنوب جديد. أهلا وسهلا بكم سيدي معنا. أهلا وسهلا وأهلا وسهلا بمشاهدينك. كيف تقيمون إلى الآن تدبير دول الجنوب لتداعيات جائحة كورونا؟ أظن في نظري أن هذا التقييم يجب أن ننظر إليه من في قسمين. نعم. الأول أسميه معاينة أو تقييم مرحلي، ثم بعد ذلك التقييم أو التقييم الإجمالي أو النهائي. أظن أننا الآن لسنا في مرحلة التقييم النهائي طبعاً، بل في مرحلة معاينة أو مرحلة تقييم مرحلي. ما نلاحظه الآن هو أن دول الجنوب اتسمت باليقظة وبالحزم. في الكثير من هذه الدول التي كان قد بدأ عندها انتشار الوباء أو التي لم تكن بعد قد وصلها الوباء، نرى أنها اتخذت إجراءات احتياطية، فأوقفت رحلاتها الجوية، أوقفت رحلات البحرية، إغلاق الحدود البرية، إغلاق المدارس والكليات، اتخاذ إجراءات الحجر الصحي. وأظن أن كل هذا صب في، إذا شئنا، يقظة وحزم. هذه معاينة أو تقييم مرحلي. طيب. أما التقييم تفضل. نعم. تفضل. أما التقييم في حد ذاته فأظن أنه يجب أن ننظر إليه، أتمنى أن لا يكون ذلك على المدى الطويل، يعني بعد نهاية هذه الأزمة، لأن التدبير يتطلب النفس الطويل. قد يكون في بداية الأمر هناك إمكانيات موجودة، هناك همم مشحودة، ولكن ما الذي سيقع إذا طال الأمر؟ لا من ناحية الدول وآلياتها الإدارية، ولا من ناحية الساكنة كذلك أو من ناحية المواطنين. فهل سيمكن للمواطنين أنهم سيتحملوا إجراءات الحجر؟ هل للمواطنين أنهم يمكن أن يتحملوا العيش بدون موارد أو بتلك الموارد التي توفرها لهم معونات؟ أظن أن وقت التقييم الإجمالي، الامتحان لا زال مستمرا، ووقت التقييم الإجمالي نتمنى أن يكون إن شاء الله في صالح هذه الدول، دول الجنوب. نعم أستاذ، التجربة قاسية على الجميع في الحقيقة، ولكن أي دور أو أي اليوم أي درس يمكن أن نستلهمه في هذه الأيام الأولى، الأسابيع الأولى لهذه الجائحة؟ أقول أن هناك درس مهم. نعم. في هذا التقييم المرحلي لدول ما يسمى بالجنوب، يمكن أن نقول أدركنا شيئا في الجنوب، وهنا سأعطي المثال المغربي. أدركنا في الجنوب أن إذا توفرت الإيرادات وإذا توحدت الجهود وإذا أسلمنا النيات، فإننا نستطيع أن نكون في وضعية لا مستحيلة فيها. نستطيع كذلك الخروج من التبعية، لا أقول إلى الاستقلالية، لأن اليوم لا يمكن لدولة أن تستقل بنفسها عن دول العالم، ولكن أن نخرج من التبعية إلى الندية، إلى أن نقول أننا نحتاج العالم والعالم يحتاجنا، وأن هذا الجنوب ليس هو الجنوب الذي هو دائما في حاجة
الى إيه؟ هنا اعطي المثال المغربي. المثال المغربي من الذي كان يقول اننا سنقول للعالم اذا كانت هناك ازمه كمامات فالمغرب سينتج ملايين من هذه الكمامات، لا فحسب ما يمكن ان يكفيه بل ما يمكن ان يصدره او ان يعين به بعض الدول الاخرى. من الذي كان يظن نعم الحقيقة أن الذي كان يظن نعم تفضل الذي كان يظن أننا سنقول للعالم الأسبوع المقبل سنخرج 500,000 للتنفس ما يكفينا وما يمكن أن نعين به دول العالم. فإذا أظن أن هنا نقطة مهمة جدا بالنسبة لدول الجنوب، وأخذ المثال المغربي أنه الذي سوف يصبح بعد أزمة الكورونا مثال يمكن أن يحتذى به ويمكن أن يفاجئنا الجنوب، أن يفاجئنا الجنوب بإرادته، أن يفاجئنا بتوحيد جهوده وبسلامة نياته. أعتقد أن بعض الدول كذلك ستتخذ قرار بعدم إعطاء الدروس للآخرين، وقد أثبتت التجربة كذلك. دول العالم كثيرة أو العالم كله ربما تفاجأ بحجم هذه الكارثة، هل يمكن أن نفهم كذلك أنه علينا أن نتوقع الأسوأ في بعض الحالات؟ نعم، الآن المستقبل أصبح من عداد المجهول. كنا قبل لا يمكن أن نتوقع. نعم، لا كنا في الدراسات الاستشرافية كان الإنسان يمكن أن يتوقع بعض الأحداث يعني التي يمكن أن يحسب لها والتي يمكن للعقل أن يفكر فيها أو أن يستشرف ما يمكن أن يحدث. الآن أزمة الكورونا فيروس أظهرت عن محدودية ما يمكننا أن نفكر فيه أو ما يمكننا أن نستشرفه، وضعتنا أمام مستقبل بضبابية، مستقبل من الخوف، مستقبل من المجهول. طيب كيف ستتأثر العلاقات بين الدول، دول الجنوب بسبب هذه الجائحة؟ ما الذي سيتغير بعد ذلك؟ هنا كذلك يجب أن ننتظر قليلا قبل أن ننظر إلى ما الذي يمكن أن يتغير بالنسبة للعالم، بالنسبة للنظام في العالم. لكن هناك ظاهرة ربما هي ظاهرة مدهشة بالنسبة للعالم يعني لم نكن ننتظرها. مجلس الأمن اتخذ ما بين 8 يناير و 12 مارس 11 قرار لم يكن فيها قرار واحد يتعلق بالجائحة. اجتمع 46 مرة لم يجتمع ولو اجتماعا واحدا يخص الجائحة. أظن أن أول اجتماع هو يقع اليوم في نيويورك بعد دقائق أو ساعات أو هو في إطار الانعقاد الآن لثلاثة أشهر كان العالم أمام الجائحة. فأظن من هنا هناك أظن استنتاج هو الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في المؤسسات الدولية، فأظن أنها هناك رد اليوم من المؤسسات الدولية كذلك. لا أريد أن أخذ في هذا الموقف، ربما الدرس الذي يجب أن نتعلمه كذلك المساعدة بيننا، هذه الحدود التي بقيت مغلقة في فترة هذا، ألا نحتاج لبعضنا البعض؟ نحتاج لبعضنا البعض وكذلك أقرب فالأقرب كذلك. التجمعات الإقليمية يعني هي التي كان يمكن أن تكون السد المانع ضد هذا، أن تكون أطرا للتعاون. فالحدود المغلقة، العلاقات المنقطعة، ويمكن أن نعطي المثال بشمال إفريقيا، ويمكن أن نعطي المثال بما يقع في الخليج، يمكن أن نعطي المثال بالكثير من الجهات التي كانت تشتت وكان نوعا من الضعف عند هذه الدول. شكرا جزيلا لك سيد عبد الحق بسو، أدركنا الوقت. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلتقي بخير بإذن الله.